فعلا يعني كلامك ممكن يكون احنا بنقوله دايما ان هو في البرنامج، ونحاول ان احنا نبعت الرسائل دي بتبقى بتكون لينا احنا شخصيا، وبتكون برضو للساده المشاهدين وللشباب. عبد الرحمن، برضو انا عايز اعرف منك، انت برضو انت حكايتك حكايه يعني، حاجة انت كبيرة شوية بالظبط. يعني احنا عارف لما نيجي نقول كده ان معظم الشباب لو لقوا ان اهلهم ناس يعني مقتدره قادرين ان هم يصرفوا على اولادهم عادي جدا وكل حاجه، لا انت كانوا اهلك مقتدرين وكل حاجه، وانت قررت من ثالثه ابتدائي ان انت تشتغل وتشق طريقك وتعمل كل حاجه وتتجوز بدري الحمد وكل لله حاجه، ما شاء الله. وكل ده في الاخر حطك في شويه مواقف ان محدش كان يعرف ايه اللي ورا كل ده، وفي الاخر اتعرضت لمواقف تنمر. عرفنا بقى ايه الدافع اللي كان ورا كل ده، وازاي طبعا انت اتصرفت مع التنمر اللي كنت بيحصل لك ايام الجامعه. هو في الاول والاخر هي مايندست عقليه. طبعا انا مثلا والدي اللي ما شاء الله دكتور ما شاء الله، ربنا والحمد يخليه. لله مقتدر والدنيا كويسه جدا، بس انا هو قرار في نفسي انا من البدايه من ثالثه ابتدائي ان انا لازم اعتمد على نفسي، لازم اعمل حاجه ان انا في يوم من الايام ابقى مؤثر في المجتمع وفي مصر عموما، وان انا اوصل لمرحله من نجاح واثبات الذات، وان انا اقدر اعمل حاجه كويسه للبلد واعمل حاجه مختلفه. بدات زي ما حضرتك من ثالثه ابتدائي تقريبا 8 9 سنين اشتغلت في تعبئه عسل وتمر وعسل وحاجات زي كده، ما وفي شاء سوبر الله. ماركت وفي مطاعم ويتر وحاجات كتير جدا، حتى اشتغلت في التصوير واشتغلت التصوير فوتوغرافر فتره، اشتغلت في عامل عامل في بنزينه، اشتغلت في عامل في مزرعه فراخ لحد ما وصلت اولى كليه. خلاص اتشبعت بقى من خبرات وشغل وكده طبعا وكده، لازم اعمل حاجه لنفسي واعمل حاجه مختلفه وخارج الصندوق. وساعتها كنت لسه فاتح مشروعين صغيرين كده، سوبر ماركت صغير كده، بس فشل بسبب ايه؟ الشركاء وكده. فبدات ان انا لازم اعمل حاجه خاصه بيا ومختلفه عشان ان انا اظهر في وسط الناس. طول ما انت بتعمل حاجه نمطيه او كل الناس بتعملها انت مش مميز مش طبعا. مختلف صح بالظبط. فالحمد لله بدات ان انا افكر ازاي ابدا، يعني كان تقريبا معايا 250 جنيه اعمل مشروع ازاي بال 250 جنيه. قدرت ابحث بقى على الانترنت وعلى جوجل واليوتيوب ازاي اعمل مشروع براس مال بسيط او بدون راس مال او كده، لحد فيديو الفيديو الفيديو كل حاجه نمطيه وكل حاجه مشاريع ديت موجوده جنبي، كل بيت فيه 10 مشاريع منها. لا لحد ما وصلت الفيديو بالصدفه لبنتين في القاهره بيعملوا سندوتشات بس برجر وبانيه وحاجات زي كده. الفكره عجبتني جدا ودخلت دماغي، وان هو المشروع بسيط اي حد يقدر يعمله وراس ماله بسيط جدا، و دوره سرعه راس المال بسيطه جدا او سريعه، دوره ماليه سريعه جدا. فقلت لا خلاص، طب انا عايز اعمل حاجه مختلفه بقى عن الموضوع عشان يبقى مؤثر، او انا الوحيد اللي اقدر اللي اعملها في مصر كلها. فقلت لا، طب احنا نشتغل على الاجبان والبيف والحلويات، لانشون وجبنه رومي وفيتا وكيري وحلاوه بالقشطه والانواع دي كلها، واعمل سعر موحد. طب ايه اللي هيميزني انا سعر موحد؟ انا مفيش حد في يعني سعر موحد وكميات، هي معادله صعبه جدا، كميات كبيره جدا. انت لو شفت الصور او حاجه زي كده حاجه ما شاء الله، والشكل نفسه بيبقى سندوتشات مرسوم لحد لدرجه ان هم الطلاب وكده بتاع جامعه طنطا وكده تاكل قبل البق بالظبط، يعني اطلق عليها دكتور سندوتشات، انا اطلقه كده بسبب ان السندوتشات مميزه وشكلها يفتح النفس. اصلا في ناس بتجوع من ورا الصور، يعني الصور منزلها على الفيسبوك الناس بتجوع من ورا، جوعنا من ورا الكلام مش من ورا الصور. ما شاء الله جعانه جدا فمعادله صعبه جدا. كان ساعتها في بدايه كورونا، بدات ب 25 سندوتش، بداتهم في البيت لوحدي، انا اللي عملتهم لوحدي في اوضه صغيره كده. طبعا في الاول كان موضوع، كان طبعا اول مره انزل الشارع كان الاهل قلقانين جدا، كان في بعض التوتر شويه، لكن الحمد لله رب يعني هما والدي والدتي بيدعوا لي دايما وعارفين ان انا مسؤول ان انا هقدر انا ادي ده ما شاء الله عليك. فمن اول يوم تقريبا تاني يوم بالظبط بدات ان الحمد لله الناس كلها تقبلت الفكره، وفي عز كورونا والدنيا بايظه خالص لا الناس تقبلت الفكره، الناس دعموني جدا خصوصا طلاب جامعه طنطا طب وصيدله والكلام ده كله الحمد لله دعموني جدا. وبدات يعني يوم يومين لقيت الحمد لله الموضوع بدا يزيد جامد جدا، فلقيت والدتي تخش تساعدني، بعدين اختي الصغيره، بعدين اخويا، الموضوع بدا يكبر لحد لدرجه ان ساعات كنا بنبقى مزنوقين، والدي دكتور كان بيجي يساعدنا على يعني بيقف معانا. ربنا يبارك له في صحته يا رب. يا رب ربنا يخليهم لك جميعا ويبارك لك. شكرا يعني ليك جدا يا عبد الرحمن على كلامك ده وعلى تاثيرك الايجابي في الناس. الاء يعني عايزه اسالك على المشروع بتاعك، انت اسستي حضانه، واضح انك بتحبي الاطفال يعني.